ورحمة الله وبركاته، إحدى الخوات القيرات صورت مشهد مؤثر. ليش مؤثر؟ رمي مخلفات القذارة والوساخة كرمكم الله على شواطئ البحرية. كانوا يحتفلون بكريسمس 25/12 على حسب طريقتهم وعاداتهم. نسمح لهم، ليش ما نسمح لهم؟ مو ضارينا بشيء. ولكن هذه القذارات والوساخة رموها بالشوارع ومشوا، ما يصير، ما يجوز. ولا واحد باكر يطلع لي والله عندنا عمال، ليش نعطيهم فلوس؟ كل العالم عندهم عمال. يجب أن نحافظ على ديرتنا، يجب أن نهتم بديرتنا. وين الهيئة العامة للبيئة؟ شنو دوركم؟ والله العظيم أنا كان واحد من الأصدقاء كنا مسافرين دولة آسيوية، بقايا من السيجار حذفه بالشارع والشرطي شافه، تدري شو سوى له؟ والله مخالفة فورية، يأنه يدفع 20,000 بات، أي يعادل 180 دينار كويتي، أو يتحول إلى القضاء. شفتوا شلون؟ لو أن في قوانين صارمة ما سووا كذي. للأسف لازم نجتهد، وحنا أولى بديرتنا، ولازم نحافظ على نظافة ديرتنا أبرك من بعض.